احنا هنا في حجرة الجيم او غرفة الجيم. برضه حضرتك ممكن ما تتوقعش ان يكون فينا جيم وبتاع، بس انا برضه لما جيت يعني كان ممكن تقول كده انتوا عاملين حاجة كده كروفلاج يعني مش حقيقية، بس تكتشف ان اللي بيمارسوا الرياضة على الالعاب دي او على الالة اللي هم بيمارسوا عليها لا متمكنين، فبالتالي هم بيزولوا الحاجة دي وبيجوا هنا كل يوم. ولا عموما يعني نتعرف اكتر على الحاجة رغم انها بسيطة لكن بتأدي الغرض، والولاد مبسوطين هنا او الابناء مبسوطين هنا بالصورة. كابتن محمد علي محمود، حضرتك مدرب بمجمع المرج هنا ومسؤول عن الابناء من حيث الجيم والرياضه، اي حاجه تخص الرياضه. اتفضل يا دكتور حضرتك. دكتور مصطفى كامل، مستشاري العلاج الطبيعي للمؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع. اهلا بك. اهلا بك. الرياضه اكيد لها انعكاس جيد جدا على العلاج في اي اكيد طبعا. اكيد طبعا، هي تعتبر نوع من العلاج. تعتبر نوع من العلاج. يعني المفروض ان هيمارسها الاولاد اللي عندنا كلهم، ان عضلاتهم محتاجه هذا الكلام، ان حركاتهم قليله، فده مهم جدا. لو في حد لا قدر الله تعب او حصلت له اصابه او كده بيجي لنا هنا بنعمل له علاج طبيعي وبعدين يعمل رياضه برضو واحده، بس رياضه علاجيه. كابتن، ايه اخبارنا عند الشباب هنا؟ يعني الشباب هنا يعني هم يبقوا مبسوطين قوي لما بيدخلوا الجيم وبداوا يشتغلوا على اجهزه. واحنا اول هام بنشتغل كل حاجاتنا هنا في الرياضه هي اكتر علاجيه للرجاله والشباب هنا، اكتر مما هي ان هو يبقى بيحس ان هو مثلا بيمارس مثلا رياضه زي هو شخص عادي. بيجي بياخد الحصه بتاعته وبيمشي عشان في واحد تاني يجي وهكذا. احنا بنشتغل حصص طول اليوم، عندنا مثلا في اليوم بناخد 5 حصص، غير مثلا ما بنبقى نعمل طابور في بداية اليوم، طابور لياقة بدنية في بداية اليوم لكل الأبناء بالمجمع، وبعد كده نبدأ نخش حصص تدريبية في الجيم وخارج برضو الجيم. الناس بتبقى مبسوطة وهي داخلة الجيم تتمرن طبعا فيه. حاجة جميلة جدا لما بنيجي نشتغل على جهاز التريدمنت هنا. اوعى تقع يعني كابل. انت كويس؟ انا كويس. انا بشتغل عشان العب معاك. وانا اعرف والله يعني انا معايا انا حاطط انا بتصصي انا معايا الشم وانا مبسوط زي انا من ساعتها وانا مبسوط انا حاجه كده انا من ساعتها قوي. انت مبسوط؟ انا مبسوط. واحنا كمان مبسوطين. انا مبسوط مبسوط كابل. انا مبسوط قوي مش بتصصي. انا احنا مبسوطين بيك. انا مبسوط حاطط انا مبسوط معايا انا ساعتها ممكن الميكروفون انا انا سعيدة مبسوط حاجه جدا انا ساعتها مبسوطين قوي معايا وموضوع ومفهمش كل اول معايا مؤسسه ده كمان قوي معايا قوي 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 مبسوط قوي ان مسكت زي كده معايا شكرا. خد شكرا. خد يا جد يا شده بس بس كده شو ده جد شده بتقولي شو هو بيقول لك ان هو عايز يبقى ظابط ويمسك السلاح مسدس او سلاح عالي ويبدا يبقى زيه زي مع الناس مع الضباط والعساكر. هو دي حاجه هو بيحب يدافع عن البلد. بيدافع عن البلد. شكرا شكرا شكرا، ربنا يخليك. وانت هنا برضو بتدافع عن البلد، برضو انت هنا برضو بتتعب وبتكافح عشان تبقى كويس وبتتعالج كويس، وهنا الحاجات برضو اللي موجوده مش وحشه، فان شاء الله تبقى تمام باذن الله. ها كابتن، ها ده اخبار ال حسين اخبار ال ايه ده قد ايه يا ريس؟ ده 10 كيلو. ها 10 من 8 ل 10 10 من 8 ل 10 كيلو. هو بيدانوا رفعها كده. احنا بنعمل تدريبات متنوعه مش لازم كده كده. هو ممكن يبدا يشتغل كده يعني مثلا. انت نعم بتحب نعم. تعمل بدي ايه؟ بحب اخلي عضلات دايما. طب خد اعمل كده وانا اعمل معاك. اعمل كده شوف انت هتعمل ايه. هدي امسك ده يا دكتور. دي بالشمال. ماشي يا معلم ماشي. بيعمل كم مره بقى؟ 10. هو بيعمل 10 عدات. 10 بيبدل ايده الثانيه يبدا يعمل 10 عدات. 5 6 6 7 8 9 10 10
هو جاب انت يا عم جمال. هو جاب احسن منك، جاب 10 بس حلوين. لا تمام. لا تمام، ربنا يكرمك. مبسوط الحمد لله بجد. الحمد لله انا مبسوط المؤسسه حلوه. ده يعني الهداف بتاع المؤسسه في كره القدم عندنا. والله ده يعتبر وليد ازارو، مسمينه ازارو هنا يا عمي. يا عم ماشي تمام تمام، هي مية. ان شاء الله احسن ناس ان شاء الله. توفيق بالتوفيق. تمام. هم مبسوطين من الرياضه، هم بيحبوا الرياضه جدا. هم ساعه ما يبقوا عارفين ان عندهم حصه جيم بيستنوا، بيستنوا الترفيه هي اللي بلكن بيستفيدوا بيهم. بس ده مهم. اتفضل اتفضل.